اللهم اجعل النار بردا وسلاما على العراقيين المجاهدين الصابرين. قبل فترة كنت في تونس وهناك التقيت بصديق كان قد قضى مرحلة الدراسة الجامعية في بغداد. قال لي إنه كان يسكن بالقرب من جسر الجمهورية وكان يعبر عليه كل يوم أكثر من مرة، وقد سألني عن جسر الجمهورية وقال بأنه شعر بحزن شديد عندما سمع بضرب جسر الجمهورية في أثناء فترة العدوان. أحببت أن أري صديقي التونسي هذا جسر الجمهورية في هذا اليوم بالذات في 5/2/1992. ففي مثل هذا اليوم قبل سنة قام الأعداء للمرة الثانية بضرب جسر الجمهورية، وهو الآن بعد أن أعاد العراقيون إعماره هكذا. أما كيف كان الجسر يوم ضرب في مثل هذا اليوم قبل سنة، فلدينا الوثائق التي سجلت ذلك اليوم الأسود في تاريخ العدوان، فقد ضربوا واحدا من رموز بغداد المهمة والمعروفة لدينا جميعا. Thank you.
جسر الجمهورية ليس عزيزا فقط على ذلك الصديق التونسي، بل هو عزيز علينا جميعا نحن العراقيين. لذلك سارع ذوي الهمة العراقيين الفنيين والعمال وكل الذين ساهموا في إعادة مسيرة جسر الجمهورية، ساهموا بهمة كبيرة على إعادة إعماره. ونريكم الآن لقطات من يوم من أيام إعادة جسر الجمهورية، وبعد ذلك نشاهد كيف تم افتتاحه باحتفال كبير شارك فيه البغداديون بل العراقيون جميعا. كان للمجلس الوطني العراقي دور بارز في الاتصالات الدولية على المستوى العربي والدولي، وخاصة في مجال الاتصالات بالبرلمانات في العالم. ويسرنا أن نستضيف الأستاذ سعدي مهدي صالح، رئيس المجلس الوطني، عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، ليحدثنا عن هذا الجانب من العلاقات الدولية ونشاط المجلس على الصعيدين العربي والدولي، ومن ثم على الصعيد المحلي. أهلا بك. في الواقع دور المجلس الوطني العراقي كمؤسسة دستورية تساهم في قيادة البلد كان لها نشاط واضح في كل الأمور اللي واجهت العراق خلال المراحل الماضية، وخاصة بالفترة اللي سبقت العدوان، حيث بدأ واضح أنه هنالك مخطط لمحاصرة العراق وخاصة في الجانب الاقتصادي ومقاطعة العراق. فأول نشاط قام به المجلس الوطني لمواجهة هذا المخطط هو الدعوة لعقد اجتماع طارئ للاتحاد البرلماني العربي، وبالفعل عقد في أواسط عام 90 اجتماع للاتحاد البرلماني العربي، وأصدر بيان شجب بالحصار اللي بدت علامات تنفيذه على العراق في شباط من عام 90. وطبعا ايضا ويا الفتره نفسها كان هنالك موضوع الهجره الى فلسطين من الاتحاد السوفيتي، ايضا دخلت ضمن فقرات الاجتماع. طبيعي تلا ذلك بعد ان بدا النشاط المعادي يزداد، بدا دور المجلس الوطني من خلال اصدار بيانات وإرسال رسائل إلى البرلمانات العربية والدولية وإرسال وفود، ومن ثم بعد أن تقرر حجز بعض المواطنين كرد فعل على الحصار الاقتصادي وعلى العدوان الأجنبي باسم المجلس الوطني، طبيعي بدأت حركة نشطة من العالم على المجلس الوطني العراقي، و صارت لقاءات عديدة جدا مع برلمانيين من كل تقريبا أنحاء العالم، وخاصة الدول اللي إلها مواطنين فرض عليهم الإقامة فيها أو استضيفوا كما عبرنا عن ذلك في بغداد. ومن خلال هذه اللقاءات استطعنا أن نطرح وجهة نظرنا ونعبر عنها بشكل
واضح وجلي وبينا أنه هنالك عدوان مبين على العراق. خلال عدوان طبعا كما تعلم أن وسائل الاتصال بالعالم أصبحت صعبة، وسائل الوصول إلى العالم أصبحت صعبة، ولكن استطعنا أن نستقبل بعض الوفود اللي جاءت، يعني كانت يعني نعتبرها ضمن أنه غامرت بالمجيء. أن تعلم أن خاصة في أوروبا وفي دول العالم كثيرة يعني يقول لك ماكو مبرران يروح والعراق في حرب، لكن قسم منهم اجوا بشكل فردي، وأيضا استطعنا أن نطرح وجهة نظرنا. طبعا في مواقف البرلمانات في الوطن العربي اختلفت المواقف، لكن بشكل عام والجزء الرئيسي من الاتحاد البرلماني العربي كان إلى جانب العراق، لأن دول الخليج ليست لها برلمانات. برلمانات المغرب العربي على الإطلاق كانت معنا، البرلمان اليمني كان معنا، البرلمان الأردني والبرلمان الفلسطيني كان مع العراق. أما اللي وقفوا ضد العراق، وطبعا هم مثلوا وجهة نظر حكوماتهم، البرلمان السوري والمصري فقط. وردود الفعل الأوروبية يعني البرلمان الأوروبيين مع الأسف، يعني إحنا عندما نتكلم عن البرلمانات يعني نتكلم عن الديمقراطية في العالم وعن الشرعية الدولية، نجد أن هنالك تناقض كبير بين ما يطرح كشعارات وما يكتب وما يقال وبين التصرف والسلوك. يعني الديمقراطية تعتمد الحوار والنقاش والإقناع وقوة المنطق والحجة. طيب أتيح للأعضاء المجلس الوطني العراقي مثلا أن يطرحوا وجهات نظرهم في برلمانات أوروبية أو بالميادين التي ممكن أن تلتقون بها مع البرلمانيين الأوروبيين؟ أستاذ فيصل، هو هذا الأريد أوصله، يعني من خلال طرحي لموضوع الديمقراطية والحوار والنقاش والجدل، أنه نشوف الأوروبيين اللي أساسا هم يعتبرون نفسهم أهل الديمقراطية ومؤسسي البرلمانات في العالم، نشوف أنه ابتعدوا تماما عن هذا الصيغ، عن هذه الصيغة. كمثل الاتحاد البرلماني الأوروبي يصدر بيانات حتى قبل العدوان يدين فيها العراق، يشير إلى انتهاك حقوق الإنسان وإلى آخر ما هنالك من بدع ومن ذرائع كانوا يبدو يهيئون من خلالها للعدوان على العراق. يصدر بيانات يدين بها العراق دون أن يكلف نفسه عناء تقصي الحقائق ومعرفة الحقيقة أين. ونحن من جانبنا أتحنا هذه الفرصة لهم، وإجوا. احنا وجهنا أكثر من دعوة لهم، أنا وجهت شخصيا دعوة لرئيس الاتحاد البرلماني الأوروبي لزيارة العراق والاطلاع عن كثب على مجريات الأمور لكي لا يقع في الخطأ ويصدر قرارات خاطئة. وهو كإنسان يعبر عن مفاهيم ديمقراطية ويبحث عن الحقيقة، عليه المفروض يتجاوب، بدل من أن يتجاوب معنا رفض المجيء بحجج واهية طبيعي. هذا قبل الحرب. وأثناء العدوان أيضا عندما صدروا بيانات ردينا على البيانات ببيانات مقابلة، لكن في نفس الوقت وجهنا رسائل لهم لكي يزوروا العراق، لكن كان نفس الموقف السابق وهو الرفض. هذا يشير لنا إلى أن الديمقراطية هم يؤمنون بها المجتمعهم، أنه أما أن تستخدم الديمقراطية لمصلحة الشعوب الأخرى فهذا يبدو عندهم ممنوع. يعني ما يقروه أو ما يعترفون به. احنا عدنا وقائع يعني من خلال التعامل معهم، وهذا ما حصل ويانا كبرلمان عراقي عضو بالاتحاد البرلماني العربي وعضو بالاتحاد البرلماني العربي وله علاقات مع الاتحاد البرلماني الأوروبي. أذكر في العام المنصرم وجهت دعوة لإقامة حوار برلماني عربي أوروبي وكنا من المدعوين.
وعندما تهيأنا للذهاب إلى هنالك كان مطلوب أن نحصل على تأشيرة الدخول من فرنسا، لأن الاجتماع كان المفروض يكون في ستراسبورغ، يعني مو باريس. ننتظر إلى ساعات الأخيرة ما أعطونا التأشيرة، لكن ما غلقوا الباب بالكامل، أعطونا إياها بالساعات الأخيرة، بحيث يصبح من المستحيل الوصول إلى المكان في الموعد المقرر. فإذا كأنهم منعوكم يعني. بالضبط، هو الحقيقة منعونا، لأنه ما استطعنا أن نوصل إلا بعض الأخوان اللي كانوا محصلين سابقا تأشيرة الدخول استطاعوا يعني، وراحوا ويا الوفود العربية كرروها مرة ثانية، لكن المرة الثانية علني يعني. هم كان أكو اجتماع في ستراسبورغ في العام الماضي، وأيضا طلبنا تأشيرة الدخول، لكن هالمرة منعنا منع كامل يعني، ما منعنا بصراحة. قالوا احنا ما نعطي، علما أنه الوفد العراقي هو عضو في وفد مشترك عربي مشترك. الوفد العربي المشترك ذهب، وأعضاء الوفد العراقي ما استطاعوا يذهبون لأنه ما حصلوا على تأشيرة الدخول. يعني هذه أمثلة ودلائل على أنه ما يطرحون من شعارات هو شيء، والتصرف والسلوك شيء آخر تماما. هذه البرلمانات التي تتحدث باسم الديمقراطية، كيف تؤيد يعني دولها وحكوماتها التي جاءت تدافع عن بلدان يعني لا أحد يستطيع أن يدعي بأنها تتمتع بالديمقراطية؟ أستاذ فيصل، أنا قلت أن شعارات الغرب شعارات بالنسبة لنا وبالنسبة لوضع العالم خاوية خالية من أي مضمون. أما الديمقراطية في بلدانهم ديمقراطية حقيقية ومطبقيها لأنفسهم، أما بالنسبة للعالم أعتقد الواقع وكل الحقائق تشير إلى عكس ذلك. هم جاءوا للدفاع عن أمارة الكويت وباسم الشرعية الدولية، هكذا قالوا، وباسم دفاع عن الإنسان وحقوق الإنسان وحرية الشعوب في تقرير مصائرها. طبيعي لننظر عمن هم يدافعون. الغرب يدعي أنه يدافع عن الديمقراطية وعن حقوق الإنسان. طيب، الذي يدافع عن الكويت، عن السعودية وأمثال هذه الأنظمة، لماذا لا نسأله لماذا تدافع عن هؤلاء؟ أين هم من الديمقراطية؟ أين هم من حقوق الإنسان؟ ماذا يسمى نظام الحكم في هذه البلدان؟ أيسمى ديمقراطيا؟ إنه نظام حكم لم يبقى له مثيل في العالم سوى في الجزيرة العربية. هو حكم العائلة بالمفاهيم المتخلفة جدا. أين هي برلماناتهم؟ كيف تنتخب؟ كيف تناقش الأمور؟ هنالك كان برلمان بسيط في الكويت، عندما طرح وجهة نظر أعضاء هذا البرلمان، وجهة نظرهم طرحوها في بعض القضايا اللي مست بعض أفراد العائلة، شوف فورا حل هذا البرلمان وانتهى النهاية المعروفة. إذن هنا نشوف أنه الذرائع اللي تدرع بها الغرب هي ما صحيح، ما حقيقية. بعدين هو من يتحدث عن حقوق الإنسان، طيب المرأة في الجزيرة العربية ما إنسان؟ أين حقوقها؟ أين دورها في الحياة في المجتمع؟ هي الآن تعيش حياة الجارية، أو تعيش كأنما حاجة من ضمن ممتلكات البيت اللي يمتلكه هذا الإنسان أو ذاك الرجل في المجتمع. بعدين وين دور الشعب؟ دور الشعب في السعودية أين هو؟ في الأمارات أين هو؟ وهكذا في بقية الأقطار. الشيء الآخر، نجي على الغرب نفسه اللي يدافع عن حقوق الإنسان. طيب، هذا العدوان اللي استمر كنار حامية 43 يوم على العراق، العراق ب 18 مليون إنسان، هؤلاء مو كلهم عسكريين،
بعدين العسكريين موجودين بالجبهة اللي يريد يطلعهم من الكويت كان من سهل علي أن يجابهم هنالك. نعم صحيح. ما جابوهم. نعم. إلى آخر لحظات ما جابوهم. صبوا جام غضبهم على الشعب العراقي. ونشوف نسبة المرافق المدنية اللي دمرت شقد قياسا بالمرافق العسكرية. المرافق العسكرية ما تشكل واحد بالألف مما أصيب ومما دمر. صحيح. عدد اللي استشهدوا من المدنيين شقد. طيب هذا شعب لنفرض أنه أرادوا أن يخرجون من الكويت بواسطة حصار. زين انتهينا يعني المفروض طلعنا من الكويت الحصار شنو مبررات؟ فإذا هذه شعارات الديمقراطية وغير كلها الاستهلاك بالنسبة لمناطق العالم الأخرى. أما بلادهم لا مسألة هذه تختلف طبقوها كما فهموها وكما أرادوا. ما بالنسبة لنا هي وسيلة لكي يبعدون عن الحقيقة ويشغلون بأمور معينة وهم يحصلوا عما يريدون على ما يريدون. وطبعا اللي يريدوه معروف هو بترول المنطقة يريدوه بأبخس الأثمان وبالكميات اللي يحددوهم وبالسعر اللي يحددوهم. أما الشعوب فلتشرب البحر هكذا يفكر الغرب الديمقراطي. في هذه الفترة هذه الشيء فضلت فيه في فترة العدوان وقبل وبعد الآن هل هنالك اتصالات مع البرلمانات العربية والأوروبية؟ نعم احنا ما توقفنا. الواقع كان نشاطنا قبل العدوان وأثناء خف. نعم. بسبب ظروف معروفة. بعد توقف العدوان أردنا أن نوضح الحقائق للبرلمانات. نعم. وساهمنا في الاجتماع البرلماني الدولي اللي عقد في أمريكا اللاتينية. نعم. وطرحنا وجهة نظرنا وساهمنا في أيضا في نشاط برلماني دولي أقيم في كوريا الشمالية. نعم. حضر وفد عراقي. وعلى صعيد الوطن العربي الواقع احنا فور انتهاء العدوان شكلنا وفود زارت كل دول المغرب العربي والتقت بالبرلمانيين العرب هنالك وطرحت وجهة نظر العراق وأوضحت كل الأمور اللي متعلقة بالعدوان والمديات اللي أخذها العدوان خلال الفترة الماضية. وأيضا زرنا اليمن والآن عندنا وفود ستتوجه بعد الحصول طبعا الموافقات من قبل الدول المعنية قسم إلى أوروبا وقسم إلى أفريقيا وقسم آخر ستزور الدول اللي ظهرت بعد أن انتهى الاتحاد السوفيتي إلى النهاية المعروفة. وستزور أيضا الهند وتزور بنغلاديش وتزور سريلانكا والصين واليابان. أنتم ترأسون مجلسا وطنيا منتخب انتخاب مباشر وحر من قبل الشعب وبالتالي الأعضاء هذا المجلس هم على اتصال وثيق بالجماهير العراقية في كل مكان. فأريد نعرف منكم عن صمود الشعب العراقي في هذه الفترة تأثير العدوان عليه. طبيعي هم كانوا مساهمين إلى جانب أبناء الشعب في كل المهام بدءا من فترة الحرب مع إيران إلى فترة الحصار ثم العدوان. الشعب العراقي واجه عدوان معروف يعني واحد يتحدث عنه لأن كل عراقي شافه يعني عاشوا لحظة بلحظة وبكل التفصيلات. ما أعتقد مر شعب من الشعوب في العالم بمثل ما مر في الشعب العراقي. لذلك استحق هذا الشعب الصفة اللي أطلقها عليه السيد الرئيس صدام حسين حفظه الله الشعب العظيم. لأنه شعب خرج من حرب 8 سنين وبعد فترة قصيرة من الاستراحة يدخل في حرب مع 30 أو أكثر من 30 دولة منها عدد من الدول الكبرى والعظمى وتمتلك كل وسائل التدمير المتطورة. ربما العالم من بدأ العدوان واستمر هذه الفترة اللي قاربت الشهر والنص اعتقد أن الشعب العراقي انتهى وأنه
العراق انمسح من من خارطة الكون. لكن أن يظهر الشعب العراقي من جديد ويبدأ هذه البداية العظيمة الأخرى وهي عملية إعادة الإعمار ويتلاحم من جديد وتعود له المعنويات بهذه السرعة. الشعب العراقي كشعب عربي مسلم أو مؤمن بشكل عام طبعا هذه صفة تعطي قدرة على التحمل، قدرة على مواجهة الصعاب والملمات، وثقة بالنفس وثقة بالانتصار في النتيجة النهائية. فلذلك نشوف بالرغم من قساوة الظروف اللي مر بها الشعب العراقي، بلد صغير بهذا الحجم بهذه الإمكانيات يتحمل هذه القدرة الهائلة من التدمير والوسائل الأخرى، مو فقط التدمير بالسلاح المادي وإنما التدمير محاولة التدمير الروحي والمعنوي بوسائل يمتلكها الغرب، وسائل مؤثرة حقيقة. لكن بالرغم من كل هذا شوفوا هناك ومن بين أكوام الرماد و المخلفات الدمار كله يطلع هذا الشعب من جديد ويقف على رجليه ويقوم بدور جديد، يعني مو فقط يحاول أن يضمد جراحه. هذا الشيء الذي واجه الشعب العراقي. ثم عندنا إحصائية أيضا تقول بأننا استطعنا خلال 8 أشهر من شهر نيسان إلى آخر 91 أن نعيد 90% مما دمر. هذه الهمة كيف تقيمونها؟ يعني همة أحفاد محمد عليه الصلاة والسلام وأحفاد أبو بكر وعمر وعلي وعثمان رضوان الله عليهم، هذه همتهم. يعني أولئك اللي بنوا هذا المجد العظيم، ما معقولة أحفادهم يكونون دون هذا المستوى. ففعلا مثل ما تفضلت، يعني هي احنا مرات نتكلم نقول أعدنا أعمار ما دمروا الأشرار خلال سنة، هي مو سنة، لأنه العدوان انتهى في آذار، ولما كل الإجراءات كملت يعني بدأ في نيسان في الواقع في نيسان صار، لأنه جت صفحة الغدر والخيانة أخذت أيضا حوالي شهر من عندنا شغلتنا. ففي نيسان يعني هذا اللي متهيئ فورا، وإلا قسم بدت بعد ذلك. فاحنا ما استغرقنا سنة، استغرقنا من قسم 8 أشهر وقسم 7 وقسم 6 وقسم، احنا حسبناها بالساعات 5760 ساعة حسبناها. فهذه يعني دلالة قاطعة على عظمة هذا الشعب وقدراته والقدرة الهائلة اللي يمتلكها. الطاقة الكامنة في هذا الشعب هي طاقة روحية عظيمة. وأعتقد الشعب العربي كله هالشكل، لكن وين السر؟ السر أنه الشعب العربي والشعب العراقي يحتاج من يفجر هذه الطاقات، القيادة اللي تستطيع أن تفجر هذه الطاقات وتوجهها للاتجاه الصحيح. طبعا هذا السر أو هذه الحقيقة، لأن هي ما عادت سر، أصبحت معروفة للعالم، أعتقد هي أحد الأسباب اللي دفعت باتجاه الإسراع بالعدوان على إيران. صح. لأنه حسبوا علميا أنه إذا وتائر التطور في العراق تسير بهذا النهج بهذا المستوى بهذا التسارع، سيكون من الصعب عليهم أن يوقفوا العراق وتأثيره في المنطقة. وبالتالي القدرة الإشعاعية اللي راح تجعل منه قدوة، وبالتالي هذا يعتبروهم، وطبعا عندما يفكرون تفكير مو عقلاني مو مبني على منطق مفاهيم الحرية وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، يعني يفكرون مصالحهم غير المشروعة. طبعا ما يكون في صالحهم أن ينهض العراق، فهذا السبب اللي يدفعهم أن يستعجلوا على العراق لكي يحطموا ما بناه. لكن هم صحيح خسرونا ماديا، منشآت تهدمت وتخربت وأخرونا شيئا ما من الناحية الزمنية، لكن باعتقادي
مثل ما قال السيد الرئيس عندما وجه حديثه لإسرائيل، لأنه هي وأعوانها وأمريكا بالذات كانوا يريدون من إطالة الحرب مع إيران قتل الروح وجعل العراق يتخلف، لكن اللي حصل هو العكس. فنفس الشيء سيتحقق بالنسبة للنتائج اللي تظهر بعد فترة، أو بدأت تظهر الآن نتيجة العدوان الثلاثيني، أن الروح العراقية بعد ازدادت أكثر قدرة على التحمل وعلى الإبداع. يعني الإنسان العراقي ذكاؤه بدأ يتفجر، عقله بدأ يبدع لأن أمامه تحدي. وهذه صفتنا احنا العراقيين، أنه من يكون تحدي كبير قدرتنا على العطاء تكون أكبر. الحمد لله على كل شيء. يعني صحيح احنا خسرنا أعزاء علينا وخسرنا يعني كثير بالجانب المادي، لكن ما فقدنا روحنا، وهذا إن شاء الله سيكون العامل الأساس في سرعة نهوضنا وتعويضنا عما فات. هذا كلام موجه من رئيس مجلس الوطني الذي يمثل الشعب. كما جرت العادة في كل حلقة، دعونا نستعرض الأهداف التي أصيبت في مثل هذا اليوم قبل سنة. ولو فتحنا هذا الملف الذي يدون فقط عناوين الأهداف ومواقعها لوجدنا بأن في 5 شباط 91 اليوم 20 للعدوان، نجد بأن الأهداف المدنية التي أصيبت احتلت أكثر من صفحتين. لنستعرض بعضا منها، فنجد هنا في القائمة أسماء كثيرة. مثلا في النجف أصيب دار استئناف النجف، دار نائب رئيس الاستئناف، المجمع المخزني للمواد الغذائية للمرة الثانية والثالثة في المثنى، كنيسة مار جورجيس في حديثة وكنيسة مار جورجيس في الحبانية، وجوامع ومواد أخرى، ومعمل الكونغريت جاهز في الدورة، ومن ذلك أيضا معمل الغزل والنسيج في بغداد. الأضرار الناجمة عن القصف المعادي ليلة 5/6 معمل الحرية النسيج. نستمر في استعراضنا للأهداف المدنية، فنجد هنا على القائمة سايلو بابل، وكذلك ميناء أم قصر، وغير ذلك نجد جسر الكوت وسد الكوت والناظم. هنا نواصل استعراض الأهداف المدنية التي أصيبت في مثل هذا اليوم قبل سنة. هي كثيرة ومتعددة كالعادة. لنقرأ منها: مستودع ومحطة تعبئة وقود الحلة، مستشفى مرجان في بابل، محطة كهرباء المسيب، مخازن الإنتاج جاهز في ذي قار. في ذي قار أصيبت مواقع مدنية عديدة، منها مستودع للنفط، معمل قابلوات، الطاقة الحرارية وإلى آخره. ولكننا سنتوقف الآن قليلاً عند واحد من الأهداف المدنية الذي أصيب والذي يمس قوت الشعب، مخزن اللحوم المبردة في التاج.
كان المعتدون يصرون كل يوم كما لاحظتم على ضرب المستودعات المواد الغذائية، يعني قوت الشعب والمصادر الطاقة والمواصلات، ومن ذلك أيضا الجسور كي يمنعوا على الناس الانتقال والتواصل بين بعضهم البعض. ومن الأهداف التي أصيبت في مثل هذا اليوم قبل السنة جسر السماوة، وقد كان مصورنا هناك بعد القصف بفترة قصيرة. هذا الإلحاح في إصابة الأهداف المدنية ما تفسيره؟ نعود ونتساءل في كل حلقة ما تفسيره؟ أهو عن خطأ كما يدعون؟ أهو سوء تصويب؟ أم هو نتيجة للقصف العشوائي؟ أم هي عدوانية مبيتة ضد العراق؟ وإذا كان هذا خطأ كما يزعمون، لماذا يتكرر ضرب الأهداف المدنية ذاتها مرارا وتكرارا؟ مثلا جسر الجمهورية الذي بدأنا به حلقة اليوم، هذا الجسر ضرب في نهاية الشهر الأول، وضرب في مثل هذا اليوم قبل سنة، وضرب يوم 8/2/1991، يعني بعد 3 أيام من مثل هذا اليوم ضرب ضربة أخرى. إذا كان هذا عن خطأ فلماذا يتكرر الخطأ؟ أم هو سوء تصويب مقصود؟ وهذا سوء التصويب المقصود أصبح مثلا حتى عند الأمريكان، فقد وصل الآن بأن شبكة CNN التلفزيونية قد أذاعت في صباح هذا اليوم في 4:30 من صباح هذا اليوم حادثة تدل على أن سوء التهديف الأمريكي خلال العدوان على العراق أصبح مضرب الأمثال لدى الأمريكيين، وذلك كان عندما كان أحد المسؤولين الأمريكيين يشرح لمواطني منطقة نيدلز بكاليفورنيا أن لا خطر عليهم من حصول إشعاعات من دفن النفايات النووية في تلك المنطقة، فلم يصدق الأهالي قول ذلك المسؤول، وانبرت له إحدى المواطنات لتقول له: لقد رأينا أسلحتكم الذكية التي استخدمتموها في حرب الخليج، وكيف أخطأت أهدافها لتصيب أهدافا مدنية، فلا تقل لي أن لا خطر من تلك النفايات. I mean, we witnessed the Gulf War where this country invented smart bombs that can go through keyholes and doorways. Don't tell us we can't, if the incentive is there, develop safer ways to dispose of our nuclear waste. إذن الأمريكان عندما كانوا يضربون كانوا يضربون ولا يهمهم أين تقع قنابلهم وأين يحدث الضرر وعلى من يحدث الضرر. ومثال على ذلك، ضربوا في مثل هذا اليوم قبل سنة موقعا مكتظا بالناس في وسط مدينة بغداد. نتوجه الآن معا لنشاهد أين سقطت قنابلهم قبل سنة في مثل هذا اليوم. خمسة ستة انقصفنا في منطقة باب الشرجي، نحن ناس كاسبين والأعداء المتحالفين الأمريكان. Thank you.
لم يكن من السهل علي أن أصور هذه اللقطة في هذا المكان المكتظ بالناس. فكما تشاهدون هذه المنطقة فيها الكثير من المحلات التجارية والأسواق الشعبية كانت قد أصيبت بصاروخ من صواريخ الأعداء في مثل هذا اليوم قبل سنة. تأملوا بأنفسكم الناس الموجودين في هذا المكان والذين كثيرين منهم هم شهود عيان لما حدث في مثل هذه الليلة قبل سنة. هذه الجماهير التي تشاهدونها مزدحمة في هذا المكان كان معظمها والكثير منها شهود عيان لما حدث في هذا المكان في مثل هذا اليوم قبل سنة. وكما تشاهدون هذه المنطقة أعيدت إليها الحياة من جديد وأعادت الحياة إلى الأماكن التجارية وعاد هذا السوق الشعبي الحيوي في بغداد. أليس هذا استمتاع شعبيا؟ أليس هذا موقف عراقي واضح يرفض العدوان والمعتدين؟